اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. من يصنع القرار العسكري في امريكا وفي روسيا يلتقيان في فانتا هنا في هذا اللقاء الذي جمع رئيس الاركان الروسي ونظيره الامريكي. حددت خارطة العالم وأيضا الصفقة التي يمكن أن تكون مع موسكو. قبل الاتصال الهاتفي ما بين بايدن وماكرون، نوقش ملف سوريا، نوقش ملف أفغانستان ومستقبلها وباقي قضايا الأمن والاستراتيجيات في العالم، في وقت أهلت فيه البحرية الروسية أول سفينة حربية بشكل نجومي كامل كرسالة أولى من موسكو إلى واشنطن. لقاء قائد الأركان الروسي والسكرتير المساعد للدفاع فاليري جيراسيموف وقائد الأركان الجنرال الأمريكي مارك ميلي. أولا عملوا على شيئين اثنين: تقليل المخاطر حسب وزير الدفاع الروسي شويغو من خلال تقليل الحوادث التي يمكن، الحوادث الصدامية في سوريا، في أفغانستان، في كل هذه المناطق الشديدة الحساسية. اللقاء كان في مقر الحكومة الفنلندية كونينغستاد في فانتا 40 كيلومترا عن العاصمة الفنلندية، وكانت هناك قنوات اتصال لم تنقطع على حد تصريح الطرفين معا. إذن هناك خطوط اليوم في سوريا، الآخر في أفغانستان، في كل لحظة هناك قنوات اتصال لم تنقطع. والأمر يتعلق قبل هذا اللقاء بست ساعات في هلسنكي للقادة الكبار في البلدين. لذلك فاللقاء الجاري به بين كل من جيراسيموف وميلي أعطى أفقا آخر بالنسبة لما كان عليه الأمر في الاتفاقيات وهي مدققة للغاية وتصل إلى ست ساعات في هلسنكي. وكان اللقاء الأول كما هو معلوم في 2019، ووقف العمليات الخاصة بين البلدين هو أول اتفاق جرى بين ميلي وبين جيراسيموف. إذن أول قرار كان هو منع العمليات الخاصة ضد أمن البلدين، وهكذا ستتوقف بشكل نهائي ما يسمى بالهجمات الإلكترونية ضد الانتخابات الأمريكية، والعكس أيضا بالنسبة لما أثر فيه الأمريكيون بخصوص المخابرات والترسانة النووية، فكانت هجومات لم تعلن من الطرفين معا. لذلك فالقدرات الجديدة التي يعمل عليها الآن كل من الأمريكي والروسي تذهب أبعد مما نتوقعه، إذ جرى هناك جرد لجميع الملفات العالمية بما فيها الشراكة الأسترالية البريطانية الأمريكية، والتي أكد معها جيراسيموف على أمرين اثنين: أولا أن هذه الشراكة لا يجب أن تعطل ما يسمى بوقف الانتشار النووي، هذا مهم جدا، ولم نسمع عن موسكو إلى حدود هذه اللحظة ولا عن رئاستها بأن ما جرى هو توسيع أو نقد لمعاهدات عدم الانتشار النووي. هذه أول ملاحظة يمكن إبداؤها الآن، أن الاتفاق الذي جرى حول أستراليا كان بصمت روسي من أجل احتواء الصين، واحتواء الصين كما هو معلوم هذا هدف لروسيا أيضا. عدم اعتبار ما حدث من شراكة أسترالية بريطانية أمريكية بخصوص أنها غير قانونية لما يسمى بمنع الانتشار أو التوافقات حول عدم الانتشار النووي، إذن هذه أول نقطة. ثاني نقطة بهذا الخصوص نجدها في الهند. فأولا الفرنسيون يسلمون الرافال، وأيضا بالنسبة للروس يسلمون الهند جميع التكنولوجيا بدون استثناء، ويرغبون في شراكة مع طائرات الجيل السادس في السوخوي 57، لأن نيو ديلي بعدها رفضت. لكن على العموم كل الصناعات الروسية تمر عبر الهند، هناك الآس 400، كل العالم يعاقب إلا الهند فإنها لا تعاقب، لسبب بسيط جدا، وأن الروس وأيضا الأمريكيين يضخون أسلحتهم في الهند لسبب رئيس،
هو مواجهة الصين. لذلك فبيكان وواشنطن كلاهما اليوم على شفا صعوبات مكثفة في علاقتهما الثنائية وأيضا الاستراتيجية، وهذا ما يمكن تأكيده حاليا، إذ أن القدرة اليوم النووية الصينية لا تشابهها فقط الهندية. كان مهما جدا بالنسبة لمن سبق من الرؤساء الأمريكيين وفي الحرب الباردة دعم باكستان، دعم نووي باكستان وجعل هذه المنطقة أكثر تحصينا وباتجاه الغرب. اليوم انقلب الأمر كله، إذ باكستان وتركيا وأفغانستان هي من القارة الصينية التي يمكن اعتمادها اليوم كقارة جيوسياسية تصل إلى شراكة مع إيران. وهكذا فهذه القارة الجيوسياسية اليوم الجديدة تقف أمام الهند بشكل مباشر، فيما الأمريكي والفرنسي يتفقان حول هذه النقطة، دعم الشراكة مع الهند. لكن في كل هذا سنجد أن هناك تقديرات شديدة الأهمية بالنسبة أولا للترسانة النووية وقضية الانتشار وعدم اعتبار الغواصات النووية كما قلنا الموجهة نحو أستراليا ضمن ما يسمى بالإجراءات التي تنقض اتفاقيات منع الانتشار النووي. المسألة الثانية والأساسية للغاية هي تقليل المخاطر وتقليل الحوادث، ولذلك فقد خفضت ما يسمى بالحركات، حركات الجيش الأمريكي في سوريا وأيضا بالنسبة لروسيا إلى ما يزيد عن 38%، وذلك لحجب هذا الالتحام ما بين الجيشين. المسألة الثالثة أن الأمر يتعلق بأفغانستان، وفي هذه الحالة سيكون هناك ميكانيزم ورؤية موحدة حول ما سيكون في أفغانستان، لأن المهم حشر طالبان ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، لأن طالبان التي فاوضها الأمريكيون هي منظمة إرهابية في القانون الروسي، ولذلك فالحرب مستمرة. الحرب الأمريكية على طالبان لن تكون مباشرة، وإنما ستكون عبر روسيا من أجل خنق طالبان، وهذا شيء هام، وهذا الخنق استراتيجي سيخدم بشكل كبير جدا الرؤية التي يمكن العمل عليها. وهذا ما يفضي إلى أحد أمرين، إما أن أفغانستان ستنزلق إلى حرب أهلية يرغب فيها الروس قبل غيرهم، وإما المسألة الثانية والمهمة، فإن جميع القدرات التي ستكون استثمارية على الخصوص بالنسبة لكل باطن الأرض سيكون لصالح الصين، ولا بد في نظري الغرب من حصتهم من نصيبهم في كل هذه العملية، وليس هناك حوار بين بيكان وما بين واشنطن. ولهذا فالقدرات اليوم يجب أن تذهب بعيدا باتجاه تفاهمات أخرى. رئيس الأركان الأمريكي ميلي وأيضا نظيره الروسي يصلان إلى تدقيق هام جدا مدى الانتشار في آسيا الوسطى، فهناك قواعد سيسمح بها الروسي للأمريكي في هذه المنطقة بعد حجب باكستان وأفغانستان وإيران بشكل أوتوماتيكي عن تواجد أمريكي مباشر على الأرض. روسيا تضمن مثل هذا التواجد الفوري الآن، وهذا مهم بالنسبة لما يسمى بالتقديرات المشتركة، وهذه هي النقطة التي نوقشت في البند الرابع حول هذه التقديرات المشتركة وأدمجت فيها كل من أفغانستان وباكستان على حد سواء. إذن كل هذه العملية اليوم هي عملية مدروسة للغاية، خصوصا وقد أطلع الجانب الروسي أمريكا على خطته. هناك أربع فرقاطات مطورة متقدمة نحو ما يسمى بنهاية هذه السنة، سيكون فيه إدماج لأربع فرقاطات مطورة هجومية بالكامل. الأولى أولى فرقاطة في الحقل البحري،
في سيفرنايا بسان بيترسبورغ في شمال غرب روسيا، وهناك طرادان من أمور في أقصى شرق روسيا، وهكذا سيطلع الجانب الروسي على ما سيقوم به بشكل مباشر. لكن الأهم من كل ذلك والصادم في كل هذا هو أن أول سفينة هجومية كاملة، أو قد نقول هكذا كاملة على حد الوصف هكذا، فإن ميركوري هذه السفينة الهجومية بالكامل يطلع عليها الجانب الأمريكي بأنها ستدخل الآن في غمار وستمخر عباب المحيطات والبحار. لأول مرة سنجد السخوي أو الجيل السادس عبر السخوي 57 والخمسة وسبعين، وسنجد في الاتجاه الآخر جيلا آخر من ما يسمى بالفرقاطات الهجومية الكاملة مثل ميركوري، وهذه غير مسبوقة أطلع الروس الأمريكيين عليها قبل دخولها للخدمة. وكان مفاجئا جدا أن تكون مثل هذه الصدفة صدفة لجعل روسيا أكثر تقدما وفي جيل آخر بحري على الأقل حسب الأمريكيين، فإنهم كانوا تحت الصدمة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.